أهلا بك عزيزي المشاهد، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج شخصيات كتابية. في بداية هذه الحلقة أحب أن أقرأ لك آية من سفر التثنية أصحاح 22 آية رقم 4. تثنية 22 آية رقم 4: لا تنظر حمار أخيك أو ثوره واقعا في الطريق وتتغافل عنه، بل تقيمه معه لا محالة. لا محالة. لا تنظر حمار أخيك أو ثوره واقعا في الطريق وتتغافل عنه، يعني تعمل نفسك مش شايف. لا، انت لازم تساعد أخوك عشان حماره يقوم، عشان ثوره يقوم. لا محالة، لازم تساعده لا محالة. عزيزي المشاهد، الآية دي بتؤكد لينا فكر الرب تجاه معاملاتنا مع أصدقائنا، مع أحبائنا. الآية دي بتقول لنا حاجة مهمة جدا جدا، إن الرب عايزنا دايما غير أنانيين، لأن دي علامة إن الروح القدس بيشتغل جوانا. لو الروح القدس بيشتغل جواك، حاجتين هيحصلوا: هتحب الرب وحبك للرب بيزداد، وهتحب الآخرين وحبك للآخرين سيزداد، لأن ثمر الروح محبة. ما تقولش أنا ماليش دعوة، أنا مالي، أنا مالي، دي معناها أنك أنت أناني، محصور في نفسك، محصور في نفسك وفي عيلتك بس. لا، ده مش قصد الله. قصد الله أنك دايما تبقى بركة للآخرين، ولو تشوفهم محتاجين لازم تساعد لا محالة. لازم تساعد صديقك محتاج، ما تعملش نفسك انك انت مش عارف انه محتاج. لازم يبقى ليك دور، وكشخص ليك علاقة حية بالرب، دورك يبدأ بانك تصلي عشان الرب يديك القدرة. لازم تساعد، لازم تساعد، تبقى زي الأربعة اللي شالوا المفلوج. شالوه ليه؟ لأنه مش أنانيين. شالوه ليه؟ عشان يساعدوه، عشان هو مش هيعرف يروح للرب لوحده. باسم الرب يسوع، لا تنظر حمار أخيك أو ثوره واقعا في الطريق. يبقى بالأولى لو أنت لقيت أخوك نفسه واقع، تتغافل عنه واقع، يعني صاحبك ده كان زمان بيخدم والوقت مش بيخدم، والوقت راكن في البيت، والوقت مستسلم لانشغالات العالم والشغل واكله، تسيبه واقع. ده اذا كان الرب مش عايزك تسيب حمار اخوك واقع او ثور اخوك واقع، ثم انت تسيب صاحبك واقع. اخوك هنا يعني صاحبك، وممكن لبعض الأشخاص اللي بيرونني الرب بيتكلم فعلا عن إخواتهم بالجسد. يا أخوك اللي في الجسد تعبان تسيبه؟ اوعى. ليك دور. هو واقع، حاجته واقعة، شغل واقع، حاجته يعني الحمار ده بيرمز للشغل مثلا حاليا، صحته واقعة، اوعى تتغافل عنه، بل تقيمه معه لا محالة. ولو انت تقول لي انا مش عارف اساعده ازاي، ما هو مش بيقبل المساعدة، ما السكك مقفولة بيني وبينه عشان اساعده، انا نفسي اساعد بس مش قادر. لا، تقدر تبدأ بان تصلي، ولما تصلي الرب يفتح لك السكة اللي ساعد بيها اخوك، اللي ساعد بيها صديقك، انك دائما لا تتغافل عنه لا محالة. عزيزي المشاهد، تعال معي الان الى رسالة
بولس الرسول الثانية إلى أهل تسالونيكي. نكمل التأمل في الجزء الأول من الأصحاح الثاني. وسبب اهتمامنا بالجزء ده إن احنا بندرس الملك الألفي، بندرس شخصيات الملك الألفي. قلنا شخصيات الملك الألفي في ناس ستملك مع الرب، هيبقى ليها دور إداري، حكومة يعني، هيبقى ليها دور، هيبقوا أعضاء في الحكومة بتاعة الرب اللي هتحكم العالم في النهاية. وقلنا ان اللي يحكم دول ناس عندهم أجساد جديدة، أجساد ممجدة غير الجسد بتاعنا الحالي، جسد لا ما يعرفش الموت، ما يعرفش الجوع، ما يعرفش انه يتألم، لا يتألم، لا يعطش، ما يجلوش تعب، مش محتاج اي حاجة. ده جسد ممجد زي جسد الرب يسوع بعد القيامة، مش جسده قبل القيامة، لان جسده قبل القيامة ده كان بيحتاج نوم، محتاج طعام، محتاج مية، قال انا عطشان بالجسد ده. لكن بعد القيامة حاجة تانية بقى، جسد ده تمجد وبقي جسد ممجد. هو ده الأجساد، شكل جسد المسيح هيبقى أجساد اللي هيملكه مع الرب. وقلنا ان اللي هيملكه مع الرب دول ثلاث أنواع: مؤمنين الحقيقيين بتوع العهد القديم، مؤمنين الحقيقيين بتوع العهد الجديد، وشهداء فترة الضيقة النهائية. ومؤمنين العهد الجديد امتى هياخدوا الأجساد الممجدة دي؟ في لحظة الاختطاف. وعشان كده بنتأمل في الجزء الأول من الأصحاح الثاني، لأنه بيتكلم عن اختطاف مؤمنين العهد الجديد. قلت لك في الحلقات اللي فاتت ان المؤمنين في مدينة تسالونيكي حصل تشويش في ذهنهم. ليه؟ لأن كانوا في فترة ضيقة بسبب الاضطهاد. وبعدين الشيطان بطريقة أو بأخرى، مش هعيد الكلام اللي قلته قبل كده في الحتة دي، أقنعهم أن الاضطهاد ده هو الضيقة بتاعت نهاية الأيام، أو هو بكلمات أخرى هو يوم الرب. هتلاقي يوم الرب مكتوب عندك في الترجمة العربي يوم المسيح، بس هو الأدق يوم الرب، الترجمة الدقيقة يوم الرب. شيطان اقنعهم ان الاضطهاد ده يوم الرب. يعني ايه يوم الرب؟ يعني دي الضيقه بتاعت نهايه الايام. واقتنعوا، واقتناعهم ده بقى كارثه، لان دي الضيقه دي بتاعت نهايه الايام قال عنها الرب يسوع. هم كانوا عارفين ده، قال عنها الرب يسوع في حديثه فوق جبل الزيتون، واللي اتكتب في انجيل مرقس، ان الضيقه دي لا مثيل لها من بدايه العالم، ولا أن يكون لها مثيل لها إلى آخر الأيام. يعني ضيقة صعبة جدا ملهاش أي مثيل، لم يأتي قبلها أو بعدها. وده اللي قاله دانيال كمان في آخر أصحاح، يعني دي ضيقة لا مثيل لها، لا زيها وأبدا ضيقة حدثت في التاريخ زيها. فالمؤمنين في تسالونيكي مضطربين. بولس قال لهم لا، الرب هيجي ونختطف، نختطف عشان نقابله في الفوق، هو مش يجي على الارض، هنختطف فينقذنا من هذه الضيقة. يعني قبل الضيقة دي ما تحصل الرب هيجي. فالرب هيجي ليه؟ عشان ياخدنا من الارض، عشان ما نتعرضش لهذه الضيقة. بدل ما انتم متوقعين الاسوأ، لا، توقعوا تدخل الرب. وعزيزي المشاهد، دي كانت الرسالة لينا في الحلقة اللي فاتت، ودي رسالة هامة جدا، انك لما تبقى في ضيقة لا تتوقع ان الامور تسوء، توقع نتيجة صلاتك ان الرب يتدخل، توقع دايما تدخل الرب. لكن هم دول متوقعين ايه؟ متوقعين ان الضيقة، هم في ضيقة العظيمة بقى الامور ستسوء جدا جدا جدا. لا، الاضطهاد اللي احنا فيه ده، ما ده مرة قبل كده في التاريخ كان فيه اضطهادات للناس زي كده، او كان فيه الام. لا، يبقى احنا داخلين بقى على اللي قال عنه الرب ضيقة ملهاش مثيل. لا، لا نتوقع الاسوأ، نتوقع تدخل الرب، لان الرب يتدخل ويضع للبحر حدا، يعني يخلي الضيقة ما تزدادش، ويعطي دايما أمين، لا يدعنا نجرب فوق ما نستطيع، ونعطي مع ويعطي مع التجربة المنفس. كلنا حافظين هذه الآية.
قال لهم هنا بقى رسول بولس، انتوا مش في الضيقة وانتوا مش في يوم الرب، انتوا مش في الضيقة النهائية. ليه؟ لان الضيقة النهائية دي عشان تحصل لازم حاجة تحصل قبليها. ايه هي؟ ان يظهر ضد المسيح وتبقوا ويتشاف. وقلنا ان ضد المسيح هيتعرف منين؟ انه ده زعيم اوروبي هيعمل اتفاقية مع قادة اليهود اللي في فلسطين، اتفاقية مدتها 7 سنوات. لازم يحصل كده، لازم يتعرف ان ده هو ضد المسيح، ان ده هو الوحش، لازم يبان. ولو ما بانش يبقى ما فيش ضيقة عظيمة، يبقى لسه الضيقة العظيمة ما جاتش. فانتوا يا مؤمنين في تسالونيكي ما شفتوش ضد المسيح، ولا شفتوا اتفاقية بين حاكم في اوروبا وبين قادة اليهود اللي في فلسطين، خلاص يبقى اللي انتوا فيه ده مش الضيقة العظيمة. وانتوا زي ما قلت لكم في الرسالة الاولى مش هتجوزوا في الضيقة العظيمة عشان هتنقذوا منها بمجيء الرب بالاختطاف. وده واضح جدا في الرسالة الاولى، لان في اول اصحاح اعيد الآية، قال انتوا الاصول تتوقعوا مجيء الرب، تنتظروا ابنه من السماء. هيعمل ايه؟ يختطفنا. عرفنا ازاي؟ من الاصحاح الرابع في الرسالة الاولى، ان الرب لما يجي ايه اللي هيحصل؟ سوف ينزل من السماء، وبعدين الأموات مؤمني العهد الجديد اللي ماتوا يقومون، والأحياء المؤمنين الباقيين من العهد الجديد أحياء، سنخطف جميعا معهم في السحب لملاقات الرب في الهواء، وبالتالي تنقذوا من غضب الله اللي جاي، اللي هو الضيقة بتاعت آخر أيام دي. غضب الله، غضب الله على البشرية، لأن يوم الرب مشروح كده، اللي هو قال عنه انه هنا اوعوا تفتكروا ان يوم الرب جه، اوعوا تفتكروا بالاضطهاد اللي انتوا فيه ان انتوا في الضيقة بتاعت النهائية بتاعت نهاية الايام. لا، لاني انتوا هتنقذوا من هذه الضيقة بمجيء الرب للاختطاف. تختطفوا، وبعدين الرب بعد ما تشالوا من العالم يبتدي بقى الرب يجيب ضرباته بقى اللي في سفر الرؤيا على كل الارض. قال لهم عن ان لازم يحصل ان يجي انسان الخطيه. يعني ايه انسان الخطيه؟ هو ضد المسيح. انسان الخطيه ليه؟ لان هو الخطيه مجسمه. واسمه ايه كمان؟ الاسيم. ليه؟ لان هو الاسم مجسم، يعني الاسم يكبر 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 ويتجسم في هذا الشخص البشع ضد المسيح، هيتجسم فيه في النهايه. لازم ده يحصل عشان تيجي الضيقه العظيمه، عشان تيجي ضيقة نهاية الأيام، عشان تبوا في يوم الرب. فاوعى تصدقوا إن يوم الرب قد حضر. يوم الرب مش هيحضر، مش هيجي اللي هي الضيقة النهائية، إلا لما يبان ضد المسيح إنسان الخطية الأسيم. وبعدين قال حاجة مهمة جدا، إن في حاجة تمنع ظهور ضد المسيح. في حاجة بتمنع، في حاجة بتحجز، يقول لك ما يحجز، حاجة منع ظهور ضد المسيح. لازم الحاجة اللي منع دي تتشال عشان ضد المسيح يبان. وبعدين ابتدى يشرح، قال لك لأن سر الاسم الآن يعمل. يعني الخطية بتشتغل والاسم بيشتغل، بس ده سر. ليه؟ الناس مش مدركة ان الاسم اللي بيشتغل ده والخطية اللي بتشتغل هتكبر تكبر 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 تكبر، في النهاية هتبقى سائدة في كل العالم. ليه؟ لأن اللي هيحكم العالم هو الخطية، هو إنسان الخطية، هو الأسيم. الناس حتى بعض المؤمنين يقول لك لا الدنيا تتصلح، يقول لك ليه تتصلح؟ عشان في خدمة، عشان في خدام، عشان في كرازة، الكرازة تغير الناس، تغير مجموعة، لكن عامة الناس هتزداد في الأخلاقيات سوءا، الخطية هتزداد. ما الاسم بيشتغل، بيشتغل في ده ويشتغل في ده ويشتغل في ده، ورا الشيطان الخطية بتشتغل. فهنا بيقول ايه؟ لان سر الاسم، الناس مش فاهمة ان الخطية بتشتغل، عشان كده اسمه سر. قلت لك سر في الكتاب المقدس معناه حاجة مش معروفة وهيجي وقت وتتعرف. لان سر الاسم الان يعمل فقط، بيشتغل بس، لكن لسه ما تجسمش في شخص، الى ان يرفع من الوسط الحاجة اللي منع. اللي منع ايه؟ اللي منع ظهور مش الاسم بقى، الاسم المجسم اللي هو الاسيم.
اللي منع ظهور الخطية مجسمة في شخص اللي هو إنسان الخطية. يبقى في حاجة منع، في حاجة منع، منع إيه؟ منع ظهور ضد المسيح اللي هو الأسيم، ظهور إنسان الخطية. وهينئذ يقول لك كده، لأن سر الاسم الآن يعمل فقط إلى أن يرفع من الوسط، من وسطينا الذي يحجز الآن، اللي هو مانع الآن أن الاسم يتحول إلى أسيم والخطية تتحول إلى إنسان الخطية. ولما الحاجة اللي منع دي تتشال، حينئذ سيستعلن الأسيم. ساعتها بقى يستعلن في اللي مانع الأسيم ده، اللي هو إيه؟ اللي هو ضد المسيح. إيه بقى اللي مانع ظهور ضد المسيح؟ ايه اللي بيحجز؟ ايه اللي بيمنع؟ يبقى عندنا حاجة بتحجز، بتحجز ايه؟ بتحجز ظهور ضد المسيح. وعندنا حاجة بتحجز الضيقة، غضب الله اللي جاي. وبعدين عندنا حاجة بتحجز، انا اقول ثلاث حاجات مرتبطين بالحتة دي. وعندنا حاجة بتحجز خلاص اليهود كشعب، لأن النهاردة اليهودي خلاصه مش كشعب، ده خلاصه زي أي واحد، مثلا زي أي واحد فرنساوي، زي أي واحد إنجليزي يؤمن بالرب يسوع يخلص، يبقى في الكنيسة، يبقى في جسد المسيح ويخلص بسبب إيمانه، آمن بالرب يسوع. وإنت لو آمنت بالرب يسوع أيا كانت جنسيتك، ايا كانت خطايا الماضي، تفتح قلبك للرب، تؤمن بالرب ان مات من اجلك وقام، تخلص. لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الابدية. يهود يخلصوا كافراد، لكن يخلصوا كشعب لا، في حاجة منع. يبقى عندنا حاجة منع ثلاث حاجات مرتبطة ببعض. ايه بقى؟ حاجة منع ان الاسم يتحول الى اسيم ويظهر ضد المسيح، حاجة منع غضب الله الشامل على العالم، حاجة منع خلاص اليهود كشعب وليس كافراد. ايه الحاجة اللي منع؟ لازم نفهم من الكتاب المقدس ايه الحاجة اللي بتمنع تقدم الاسم، ايه الحاجة اللي بتمنع تقدم الخطية. الرب أجاب على هذا السؤال بالآية العظيمة اللي قال فيها للمؤمنين أنتم ملح الأرض. يبقى المؤمنين هم الملح، والملح ده عمله زمان إن ما كانش فيه تلاجات، الناس عشان تمنع الجراثيم إنها تشتغل في اللحمة مثلا أو في الأغذية لازم يحطوا ملح، الملح يقتل، الملح يمنع الفساد، يخلي الحاجة تعيش شوية، بيقاوم الفساد. فالمؤمنين يقاومون الاسم ان يزداد. هو بيشتغل، لكن هم وجودهم يعني وجودك انت كمؤمن في مصلحه معينه حكوميه يمنع الرشوه، يمنع الكذب، يمنع حاجات، يمنع الظلم. دايما المؤمن عنده هذه القوه، منع الاسم في الازدياد في العمل. هو ده معنى الآية أنتم ملح الأرض. فإيه اللي بيمنع بقى؟ يبقى هنا ما يحجز ظهور ضد المسيح، إن الشر يزداد يزداد لحد ما يتجسد في ضد المسيح، هو وجود المؤمنين. وجود مؤمنين عاديين لا، وجود مؤمنين حقيقيين بالرب يسوع مملوئين بالروح القدس، عشان يبقى ليهم تأثير في صلواتهم، صلواتهم بتمنع. يعني انت المؤمن شو مجموعة مؤمنين في بلد صلواتهم تمنع تقاوم انتشار الفساد في البلد. تقول البلد مليانة فساد، الحكومة مليانة فساد، اقول لك لو في مؤمنين بيصلوا مع بعض صلواتهم مملوئين بالروح وبيصلوا بإيمان، الفساد ده يقل. هيشتغل لكن يقل يقل يقل، لان في مؤمنين بيقاوموه. فإيه اللي بيقاوم ظهور ضد المسيح؟ ده رجل هيجي بالشيطان، مين اللي يقدر يقاوم ظهور الشيطان بهذه القوة؟ وجود مؤمنين مملوئين بالروح القدس. يبقى ما يحجز ظهور تحول الاسم إلى الأسيم، الناس اللي في الأرض اللي اسمهم ملح الأرض، اللي بيقاوموا الفساد ملح الأرض، يبقى بيقاوموا الفساد اللي في الأرض.
طول ما مؤمنين مملوئين بالروح موجودين في الأرض، الاسم مش هيتحول إلى أسيم، والخطية اللي بتشتغل مش هتتحول إلى إنسان الخطية. وضد المسيح لن يظهر، لأن في حاجة منعام، حاجة منعام قوية. لما المؤمنين دول يختطفوا مش هيبقى فيه مؤمنين بقى مملوئين بالروح القدس على الأرض. هو ده اللي بيحجز، هو ده اللي بيمنع ظهور وامتداد الشر. فهنا بيقول لهم كده: السر الاسم الآن يعمل فقط إلى أن يرفع من الوسط الذي يحجز يمنع الآن. يبقى عزيزي المشاهد، احنا لنا قيمة، هو ده اللي اتعلمه النهاردة، ان انا ليا قيمة، وجودي في عيلة فيها شر يمنع امتداد الشر بصلاتي بإيماني، وجود المؤمنين في مدينة بيصلوا ومش متصالحين مع خطية ولا شر، لا لا، دول مؤمنين حقيقيين بيصلوا وممتلئين بالروح القدس، يمنع ازدياد الشر في المدينة بتاعتهم. وجود مؤمنين حقيقيين في كل العالم ايه دورهم؟ ايه؟ يمنعوا ظهور الوحش ضد المسيح، يمنعوا. طب هيجي امتى بقى؟ لما يتشالوا من الارض، لما يحدث الاختطاف. اذا الاختطاف مهم ليه؟ لانه بينجي المؤمنين الحقيقيين من مواجهة ضد المسيح وانسان الخطية والاسيب، مهم جدا لانه بينجي المؤمنين من ضيقة نهاية الايام. ما هو الذي يحجز؟ هو المؤمنين المملوئين بالروح القدس. عزيزي المشاهد، اشجعك الان ان تطلب من اجل ان تمتلئ بالروح، عشان صلاتك يبقى فيها ايمان، عشان حياتك تبقى قوية تبقى مؤثرة، عشان وجودك في اي حتة يمنع الغلط ويمنع الغلط انه يزداد، عشان تعيش زي ما الرب عايزك تعيش. الرب عايزك تعيش ايه؟ ملح. انتم ملح الارض. وهكمل معاك في الحلقة القادمة. الرب معك. إلى كل أحبائنا المشاهدين، نقدم لكم كتاب الدم والعهد، هدية مجانية من خدمة أنهار الحياة عند تلقي مراسلاتكم. هيا اكتبوا لنا اليوم دون تأجيل، وشاركونا بتعاملات الرب معكم من خلال البرنامج، أو بأية استفسارات أو طلبات خاصة نصلي معكم من أجلها. راسلونا على البريد الإلكتروني mail@pastordaniel.org، أو العنوان البريدي أنهار الحياة، صندوق بريد 3030، الحرية، هليوبوليس، القاهرة، جمهورية مصر العربية، أو Rivers of Life، PO Box 433، Greenford، UB5 9BJ، UK، أو ارسلوا لنا بريدا صوتيا أو رسالة SMS على 012-577-88. وأخيراً ندعوكم لمتابعة ما يقدمه موقع خدمة أنهار الحياة الجديد باستمرار على www.pastordaniel.org. الرب معكم، وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج شخصيات كتابية.